السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيه عن كلاس 1 كافيتي بريباريشن فور لور 6. خلينا نبدأ أول حاجة كده بالأوت لاين معانا، والأوت لاين زي ما احنا شايفين كده بنمشي في السنترال جروف أول حاجة بشكل زجزاج شيب كده، معانا بعد كده اللاترال جروفز، معانا 2 بكل و1 لينجوال، تمام؟ ده كده شكل الأوت لاين معانا في لور 6 كلاس 1، تمام؟ نخلي بالنا من المارجنال ريدج، الميزيال والديستال مارجنال ريدج، ما ندخلش عليهم قوي، يكونوا زي ما احنا شايفين كده تقريبا الريدج هتكون كامله، تمام؟ مينيمم تكون 1 مللي، تمام؟ خلينا نبدا بعد كده بشغل الكونترا. بس مبدئيا كده خلينا متفقين ان الكافيتي بريبريشن اللي احنا هنعمله فور امالجم ريستوريشن، والامالجم بيكون له شويه كرايتيريا كده معينه هنتكلم عنهم خلال الفيديو. بس مبدئيا خلينا متفقين ان الدبس اللي احنا هنعمله هيكون من 1.5 ل 2 مللي، تمام؟ خلينا نبدا كده اول حاجه بالبيرز اللي هنستخدمها. اول بير معانا هو البير الراوند زي ما احنا شايفين كده، وهنا خليني اقول لك تريكه سريعه كده لو انت لسه في بدايه الشغل تعرف بيها المقاسات. هنا ممكن ان احنا نجيب البير والهيد بتاعته ونحطها على البروب كده نشوف اللينس بتاعها قد ايه، تمام؟ يعني هنا اللينس ده 1 مللي، فكده احنا عرفنا ان الوركينج بارت او الهيد بتاعت البير اللي معانا دي 1 مللي، تمام؟ احنا زي ما قلنا الدبس عايزينه من 1.5 ل 2 مللي، فهننزل بالهيد دي هتغطس شويه تنزل تحت شويه كده حوالي تقريبا نص مللي، تمام؟ دي حاجه بس كبدايه ليك كده انك تعرف المقاسات لو انت لسه في الاول، بعد كده هتلاقي الدنيا كويسه وهتعرف المقاسات بعينك كده، وفي الاخر كده كده احنا هنقيس معانا بالبروب، تمام؟ اول بير معانا زي ما قلنا هو البير الراوند، وبنبدا نعمل بيها بس زي اورينتيشن بوينت كده نحدد بيها الدبس بتاعنا، تمام؟ خلينا نبدا كده بسم الله. وزي ما احنا شايفين كده مش بننزل مره واحده، بننزل ستيب باي ستيب كده لحد ما الهيد بتاعت البير ما تبقاش باينه، تمام؟ بالشكل ده كده. تمام. معانا بعد كده تاني بير هنستخدمه هو البير الانفيرتد. خلينا نشوف كده تاني بير معانا هو البير الانفيرتد، تمام؟ هنبدأ بقى نتحرك على الاوت لاين اللي احنا راسمينه ده. خلينا نمشي كده بسم الله. برضو الحركة بتاعت ايدينا نركز على حركة الايد، مش نفضل ماشيين كده مرة واحدة، بندخل ونرجع كده ستيب باي ستيب، ونخلي بالنا نمشي على الاوت لاين اللي احنا عاملينه بالظبط، تمام؟ تمام كمل. خلي بالنا برضو من المارجنال ريد الميجر والديستال، ما ندخلش عليهم قوي. تمام كده احنا عملنا السنترال جروف، نبدأ ندخل بعد كده في اللاترال جروف. زي ما قلنا احنا معانا 2 بكر و1 لينجوال. تمام هنا الانفيرتد برضو من ضمن الوظائف اللي هي بتعملها ان هي بتعمل لك سموثنج للفلور، تمام؟ فاحنا قبل ما هنغير الانفيرت هنعمل بس سموثنج سريع كده للفلور بتاعنا. خلي بالنا من حركة ايدينا ان هي برضو بتكون يعني نتحرك ونرجع كده مش بنمشي على طول. تمام ،
زي ما احنا شايفين كده. كده تقريبا شلنا الاوت لاين اللي احنا محددينه كله، تمام. خلينا نبدأ بعد كده بالبير اللي بعدها وهي الفيشر. معنا تالت بير هنستخدمها وهي الفيشر، تمام. ودي وظيفتها ان هي بتعمل سموثنج للول وبتبدأ تحدد معانا الول بتاع الكافيتي. خلينا نبدأ كده، بسم الله. اهم حاجه نخلي بالنا منها اللاترال جروفز اللي هم الباكال واللينجوال، ندخل فيهم برضو لجوه كده شويه، ما تكونش بس اللي هو حاجه بسيطه، لا ندخل جوه السنتر، جوه اللاترال جروفز، تمام، بالشكل ده كده. تمام كده الوولز تقريبا بقت كويسة معانا، بس لسه برضو محتاجة فينشنج شوية. هنا بقى ممكن نستخدم البروب اننا نقيس الدبس بتاعنا، نشوف الدبس بتاعنا قد ايه. وهنا الدبس تقريبا 1.5 ملي، تمام. هنقيس برضو الدبس في كل بوينت بحيث ان الدبس كله يكون واحد والفلور كله يكون سموث ومتساوي معانا، تمام. فهنا بس الدبس محتاج ينزل شوية في ناحية الديستال، محتاج ان هو ينزل شوية، تمام. تمام ده كده الاوت لاين. طيب بحيث اننا خلصنا الاوت لاين كده، طيب هل السنه كده تمام جاهزه انها تحط فيها الامالجام ريستوريشن؟ لا، خلينا اقول لك في شويه حاجات كده لازم نخلي بالنا منهم. هم اول حاجه يكون الفلور معانا سموث والوولز كلها تكون راوند، ما يكونش في اي شارب بوينت معانا، تمام. زي ما احنا شايفين كده هنا لسه في شويه حاجات برضو محتاجين يتعمل لهم راونديشن، تمام. يبقى اول حاجه لازم نخلي بالنا منها بعد ما نخلص كده في التقييم ان الوولز كلها تكون راونديشن وما يكونش فيها اي شارب بوينت، تمام. خلينا نعمل راونديشن سريع كده. تمام ده كده الاوت لاين معانا، الوولز بقت كلها راونديشن ومفيش اي شارب بوينت معانا. نيجي تاني حاجه معانا وهي الكونفينينسي، انك انت الكارفر بتاعك او الاداه اللي انت هتستخدمها اصغر كارفر معاك يقدر يدخل في كل البوينتس اللي موجوده في الكافيتي بتاعك، تمام. لو جينا نجرب كده بالكوندنسر بتاعنا الصغير، جينا نجرب كده في كل بوينتس هنلاقي هنا في لسه شويه ريزيستنس مش داخل في البوينت كويس، محتاج حاجه بسيطه كده. دي اسمها الكونفينينسي، ان الاداه اللي التولز اللي هتستخدمها تقدر تدخل في كل مكان في الكافيتي بتاعك، تمام. احنا محتاجين بس هنا نوسع شويه.
تمام. خلي بالنا برضو ان انا نكون عاملين راونديشن كويس وما يكونش فيه اي شارب انجل. نبدأ كده، احنا عايزين الكوندنسر اللي هو الصغير خالص، تمام زي ما احنا شايفين كده، تمام بقى في كل مكان، باقي هنا بس حاجة بسيطة في ريزيستنس خفيفة هنا. طيب لو جينا عملنا الحتة دي وبقى الكافيتي معانا ضيق مش واخد الكوندنسر، هتيجي بعد كده وانت شغال وانت بتعمل حشوة الامالجم هتلاقي الكافيتي مش داخل، الكوندنسر مش داخل معاك، فمش هتعرف تعمل كوندنسيشن كويس. فبالذات في الحتة اللي هي في المارجنال ريدج بتحتاج انها تعمل لها كوندنسيشن كويس، فهتلاقي في جاب بين الريستوريشن والسنة بتاعتك، فبالتالي هتلاقي الريستوريشن معاك مش كويس، تمام. فنتأكد كده ان الكوندنسر بتاعنا داخل في كل مكان في الكافيتي، تمام. دي كده الكونفينينسي، تمام. نيجي بعد كده على حته الريزيستنس والريتنشن. كلنا عارفين الامالجم بطبيعته لو اتحط في السنه كده مش هيمسك في السنه، او بمعنى صح ان هو ما بيلزقش في السنه. فالامالجم بيعمل حاجه اسمها انتر ميكانيكال بوند، اللي هو بيدخل كده في السنه بيعشق معاها، تمام. فهنا بالشكل ده احنا لو جينا نحط الامالجم مفيش حاجه هتمسكه، فزي ما هتحط الامالجم زي ما هيطلع، تمام. فهنا في البريبريشن بتاعنا بنعمل حاجه اسمها كونفيرجنسي، يبقى الوول الاثنين التو وولز البكل واللينجوال يبقوا من فوق ضيقين ومن تحت تكون الكافيتي واسع شويه، بحيث ان كبسوله الامالجم تدخل تعمل لها كوندنسيشن مع الفورس اللي طالعه عليها ومع الريزيستنس اللي عليها، ما يحصلهاش ان هي ديتاتشنج وتطلع ديسبليسنج وتطلع من مكانها، تمام. فهنا عايزين الكافيتي من تحت يبقى واسع ومن فوق يبقى ضيق، تمام. فهنستخدم حاجه كده، دي ممكن هتقول انك هتعملها بالانفيرتد، هقول لك ماشي، بس في حاجه احنا عايزينها من تحت، ان اللاين انجل الباكو بالبا اللاين انجل واللينجو بالبا اللاين انجل يكون راوند. فهتقول لها اعملها بالانفيرتد هيطلع لك من تحت برضو شارب انجل، يبقى انت شارب لاين انجل، يبقى انت ما عملتش حاجه. فهنستخدم بير تاني اسمه البير بالشكل ده كده، بحيث ان انا هنشيل بس في الكافيتي من تحت في الوول من تحت ومن فوق مش هنشيل، تمام. خلينا نبدا كده، بسم الله. زي ما احنا شايفين كده هو بس بيشيل من الوول من تحت وهيخلي لك اللاين انجل من تحت يكون راوند. تمام بالشكل ده كده بقى في سلايد كونفيرج شويه في الوول. تمام بالشكل ده كده، كده بقى فيه سلايد لكونفيرجن شويه. لو جينا بصينا على الرول هنلاقي ان هو كونفيرجنس، فيه شويه كونفيرجنس من فوق ضيق ومن تحت واسع، تمام. تمام ده كده الاوت لاين معانا. وفي الخطوه دي احنا عملنا حاجتين مهمين جدا، هما اول حاجه اننا عملنا راونديشن لللاين انجل بتاعه الفلور، او اللاين ده اللي هو اللينجو بالبا اللاين انجل والباكو بالبا اللاين انجل، عملنا لهم راونديشن. تاني حاجة مهمة معانا وهي الكيفو سيرفيس انجل. كلنا عارفين الكيفو سيرفيس انجل في الامالجم ريستوريشن بتبقى كام؟ بتبقى 90، تمام. فلو كنا احنا جينا بصينا عليها من الاول، السلوب بتاع الكاسب ده مع الوول البكر الوول اللي هو اللي كان بارل الاول، لو كان نزل ستريت كده كانت بقت الانجل اكتر من 90. احنا عملنا حته الكونفيرجنس عشان تظبط معانا الكيفو سيرفيس انجل وتبقى زي ما احنا شايفين كده، تبقى 90 والوول يبقى في سلايد لكونفيرج كده اكلوزلي، تمام. ده كده الاوت لاين معانا زي ما احنا شايفين. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى أكون قدرت أفيدكم بحاجة. كده كلاس 1 كافيتي بريبريشن فور أمالجم ريستوريشن، وإن شاء الله مكملين مع بعض باقي الكلاسز. أتمنى أكون قدرت أفيدكم بحاجة. سلام.